بفيروس منتشر يا لطيف قحة من النساء أيضا. فاطمة الزايد الله يرحمها كانت والله أقوى من أكبر طبيبة نسائية كانت. شلون كانت الناس تداوى؟ علاج السرطانات. هذا الأريد أشرحه للناس. كورونا الحقيقة يعني وكورونا متحور. كان هذا معالج للعقم ولا زال العقم النساء ولا في أروع منه. السمن النباتي هذا كله كذب يا أخوان، هذا صناعة بترولية. أبو عبادة يعتبر فعلا من العلماء القلائل في الوطن العربي، في أعشاب ضارة وقاتلة يعني. كان يعني يعلمني عن النبات أنه هذا سام غير سام إلى آخره، وهذا اللي خلاني أكون عطار ميداني. العام يقولون مو كل من صف صواني قال أنا حلواني. يعني الآن تلاقي الناس تجمع من النت، لكن كانوا داعميني ثلاثة الحقيقة. النصيحة أوجهها للكبار والصغار نفس الوقت. وصفة مجانية، مو كل من حط لي حلبة وشوي نومي وشوي أعشاب صار لي عطار. هاي المهنة إلها أهلها، وهاي المهنة بعلم ودراسة مو سوالف. اليوم راح نشرح لكم تفاصيل دقيقة بهاي المهنة، مهنة العطارة. حياكم الله. السلام عليكم. السلام. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ شلون ايامك؟ السلام عليكم. شلونكم؟ حياكم الله على راسي والله. تاخذ معه كمون. عليكم بالسنه والسنوت. السنوت والكمون. لانه لا 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 يعمل مغص. اذا اخذت لاح واحد يعمل مغص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنه والسنوت. يعني الكمون والعشر أو السنوات. حياك الله عمي. حياك الله. تعرف المتابعين بنفسك؟ اسمي هاشم المربد، أحمل شهادة جامعية في علم النفس وأيضا في مجال الزراعة. حياك الله. حجي شلون صرت عطار؟ والله هي كانت صدفة. يعني كنت عام 1976 رئيس مركز الأغنام في جبل عبد العزيز بأم مدفع. فبالصدفة بدوي قال لي احنا كنا نسرب الغنم في مادة النيتول. نعم. فهاي سبحان الله يعني كانت الانطلاقة. بدأت أبحث في مادة النيتول وبدأت أعالج فيها الأمراض الجلدية ونجحت، للشعر، للأكزيما، للحاجات هاي، ومنها انطلقت. فكانت الانطلاقة عام 1992 تفرغ كامل لهذا الموضوع. طبعا هي بدأت مرحلة يعني عام 1992 لم يكن يعني موجود أحد يعني بهالمجال. الأعشاب عطارة موجودة قديمة يعني بغير محافظات، موجودة في دمشق والكبرى، أما الأعشاب بمنطقتنا وكذا ما في. في عطارة قديمة يعني كانوا عطارين مشهورين عندنا يعني اي بس معالجين فعلا يعني، مثل صالح الزايد رحمه الله يعني كان معالج قوي في مجال العطاره، في على ابو علاء خلوف الفدعان، في ابو بسام حج حميد، هذولا متمكنين. في ابن اسمر بدير يعني هذولا مشهورين يعني. من النساء ايضا فاطمه الزايد الله يرحمها كانت والله اقوى من اكبر طبيبه نسائيه كانت. كانت معالجتها يعني 7 أيام 8 أيام تشفى المرأة. وفي كانت وحدة تخصني في الجردي الغربي اسمها فاطمة القيقشي، مني صغير وهي تعالج، معالجة قوية كانت تعتمد على نبات اسمه الطرفة في كل العلاجات. الطرفة هو نفس السجارة الطرفة؟ كان هذا معالج للعقم ولا زال العقم النساء ولا في أروع منه. علاج موضعي على شكل حقن النسائية وشرب. نعم. سبحان الله يزيل الالتهابات، يقوي المبايض، إذا كان عقم مجهول السبب يعالجه. أريد تحكي لي شلون صرت بشكل علمي والله بشكل علمي تداوي الناس؟ اعتمدت على نفسي يعني من حيث المراجع، ولكن كانوا داعميني ثلاثة الحقيقة.
في هذا المجال كان الدكتور محمود الشعيبي رحمه الله، رحمة الله، وكان الدكتور تركي السيد سليمان والدكتور رياض بابيك، هذولا كانوا واقفين معي. فالحقيقة شدوا ظهري من كل النواحي، يعني علميا ما أحتاج موضوع طبي أروح أسألهم كذا، فعلا أستفيد منهم من الناحية حتى أشتغل بالعشب المناسبة للمرض. فكنت أقرأ وألخص، فقرأت كتاب القانون، قرأت كتاب تذكرة الأنطاكي، كتاب الحنين الإسرائيلي، هذه الكتب الضخمة جدا، الرازي، الحاجات هاي. فكنت يعني أقرأ 8 ساعات إلى 12 ساعة باليوم مع التلخيص. فاستطعت أثناء بهاي الفترة أنه يعني ألخص هذه الكتب. يعني الانطلاق الأقوى في هذا المجال العلمي كانت يعني تبني باديد دير الزور، رؤساء باديد دير الزور لعملي، فكانوا يعني خلص يعني اعتبروني موظف عندهم. أنا استقلت من الوظيفة فصرت أداوم تقريبا عندهم، هم خبراء. يعني مثلا كان أبو ياسر رحمة الله عليه استلم بعدها واحد اسمه محمد الشحاذة، أبو عبادة يعتبر فعلا من العلماء القلائل في الوطن العربي. كان يعرف النبتة اسمها، اسمها العلمي، اسمها البدوي، سامة غير سامة إلى آخره. كان يمر علي على البيت الساعة 6 الصبح من دير الزور، يأتي إلى الميادين يأخذني على البادية. هو أبو عبادة رحمة الله عليه كان له الفضل الكبير علي، فكان يعني يعلمني عن النبات إنه هذا سام غير سام إلى آخره، كان يعرف النباتات كلها. وهذا اللي خلاني أكون عطار ميداني. كنت يعني كان عملي في العطارة ساعة في الصحراء، ساعات طويلة، أيام أحيانا، كنت أتعلم من البدو، كنت أتعلم منهم إلى آخره، حتى وصلت إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة أنه أكون معالج. يعني مو وليس بائع، لا يعني الآن تلاقي الناس تجمع من النت مثلا وصفات كذا تقدم، يا أخي أنت افهم حالة المريض. هذا الأريد أشرحه للناس. حالة المريض الآن يعني مو كل عشبة تناسب الأمراض كلها. يعني أنت مثلا واحد مريض كولون مثلا، في أعشاب تعمل نتائج عكسية طبعا، يعني في أدوية، في أعشاب ضارة وقاتلة. يعني يعني المقولة اللي إنه العشبة إذا ما تنفع ما تضر، هذا كلام مرفوض وخاطئ أبدا. في أعشاب سامة، في أعشاب تعمل حساسية اختناق، يجب الانتباه، يعني السؤال والاستفسار وأخذ تشخيص الأطباء حتى أنت تعطي الخلطة المناسبة لهذا المريض. يعني ما يصير بشكل عبث، يعني كل واحد يعني أصبحت منة من لا مهنة له، يعني كل واحد بلش يجمع. أو بالعام يقولون مو كل من صف صواني قال أنا حلواني. طبعا يعني هاي مهنة إلها أهلها. طبعا أنا يعني اليوم أنا صار لي يعني أكثر من 32 عام في هذا المجال. يعني الحد آخر أحكي لك الآن، وأنا خلصت دورة مؤلفة من 240 فيديو مع 160 خلطة. ما شاء يعني الله. هاي ما هي ما تجي بسهلة. ما شاء الله. عمي قبل العلم ومن آلاف السنين شلون كانت الناس تداوى؟ هو بدأ في الحقيقة الإغريق. الإغريق هم أساس الطب هذا، فاعتمدوا على نظرية اسمها نظرية الطبائع أو الأخلاط الأربعة. هاي كان من خلال التشخيص ومن خلال العلاج. اي فاعتمدوها ايضا الاطباء الاسلاميين مثل ابن سينا والرازي، واعتمدوها كعلاج وناجح. لكن للاسف الثوره الصناعيه او الثوره الطبيه اللي دارت بالقرن الثامن عشر نسفت هذه النظريه واعتمدوا على التشخيص الحديث. احنا لا نعارض التشخيص الحديث، ولكن يجب ان يبنى على التشخيص القديم الذي هو طب الاخلاط. الان في يعني عمي حاليا بفيروس منتشر يا لطيف، قحة،
نشاف صدر، بلغم، حساسية، العالم كلها وين ما شوف حدا مرضان شكون السالفة؟ هذا هو نوع من يعني كورونا الحقيقة، يعني هو كورونا متحور، يعني انتشر في تركيا الآن موجود، يعني عند العوائل كثيرة، يعني أطفال كبار يصابون فيه. النصيحة أوجهها للكبار والصغار نفس الوقت، يعني اللي أنا مجربه وشفيه خلال أيام قليلة يعني، اللي هي ثلاث مواد: مرة مكة، لبان الذكر، القرنفل. من كل نوع من العقد طعام على لتر ونص ماء مغلي، يترك من الليل للصبح ويشرب أصغر كأس قبل كل وجبة. هاي للكبار. لا. بالنسبة للكبار والصغار بنفس الوقت هذا شيء آمن، نأخذ أعشاب هاي نتركها فقط للكبار. أما الكبار والصغار عندنا مثلا الزوفة، الزعتر البري، شقائق النعمان، الشمر، الخزامة، اليانسون، المنرمية، إكليل الجبل. هذول نجمعهم، شقائق النعمان ذكرت هؤلاء، نجمعهم مع بعض ويشرب الكبير كوب ثلاث مرات باليوم، أما الصغار أصغر كأس قبل كل وجبة. أيضا بنفس الطريقة ماء مغلي مثل، لا يعني يغلى الماء، تطفى النار ويضاف ويترك عشر دقائق ويشرب. نعم، يحلى بالعسل بإذن الله تعالى، يعني يشفى تماما. بالنسبة للصغار اللي ترتفع حرارتهم وحتى الكبار، يضعون شرائح بصل في راحات الرجلين ويلفونها، تسحب الحرارة بقوة وأيضا تعقم الأمعاء إن وجد يعني هناك بكتيريا أو كذا إلى آخره. بالنسبة للصغار دائما إحنا نحبذ إنه ندهن الصدر عندهم زيت السيرج أو زيت السمسم، وممكن نقاط يأخذ منه تفتح عنده مسألة الرئة والتنفس إلى آخره. نعم. هاي المرحلة لازم يطبقونها بالحقيقة. نعم. يعني وأنا وصفها والحمد لله. الله يجزاك ألف خير عمي، هاي وصفة مجانية، وصفة مجانية. الناس تروح على طبيب قلب تفكيت الكلام أمام الله وأمام البشر. يعني إذا كان مريض قصور كلوي ما عنده تبول أو تبوله قليل جدا، هذا الحقيقة لا يجوز التعامل معه، صاروا يعانون منه مو بس كبار السن، تتنزل البحص لأنه القلة توسع الحالب. ناس راحت على أطباء كثير وما استفادت شيء، مع محاربة الإمساك، لأنه الإمساك إذا ما تحارب تضخم لا ما نقول يشفى، لكن إذا استخدم هاي الأمور بإذن الله تعالى. أول ما فتت فكرت هاي شماية عن تنبيه شديد جدا، أقلبي 10 مرات على مسؤوليتي ما يتأكسد.